وأقول أنا في ظني والعلم عند الله لا يمكن أن تسترد الشام وأخص بذلك فلسطين إلا بما استردت به في أول في صدر هذه الأمة بقيادة كقيادة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجرة فتنادي الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي فاقتله. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح، لن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصر، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة، لماذا انتصرت هذه الأمة وعلى أي أساس؟ على التوحيد، الإخلاص لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعد عن سفاسف الأمور، عن الأخلاق الرديئة، عن الفحشاء والمنكر، عن تقليد الأعداء. المشكل أن من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عزا وشرف، من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تأخر وتقهقر طبق ما قال الأولون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فعلينا أيها الإخوة أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة حتى نأخذ بما كانوا عليه، وحينئذ يكتب لنا النصر. وإني أقول وأكرر، يجب علينا أن نحذر من شرور أنفسنا، وأن نحذر من شرور عباد الله من الكفار والمنافقين وأتباعهم. ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النصر بدينه، وأن ينصرنا به وينصره بنا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.